عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط. استاذ عصام. ايوه. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اعتقد ان حضرتك مستمع لجزء من الحوار بين دكتور محمود غزلان واتلاف شباب الثوره المتواجدين معايا في محطه مصر. والله جزء بسيط من تحياتي يعني لكل الحاضرين والمتحدثين جميعا. طيب موقفكم من مليونيه الغد، مليونيه الانقاذ الوطني، ايه يا استاذ عصام؟ احنا موجودين من اول يوم، وموجودين الجمعه، موجودين السبت، موجودين الحد، وباذن الله نزيد بكره. اجتمعت الهيئه العليا اليوم، قررت النزول وقررت حجز اكبر قدر من او اكبر عدد من المصريين للمشاركه ودعم ميدان التحرير. دكتور محمود بيؤكد ان سالته عن قرارهم الاخير، قال ان قرار الاخير بعدم المشاركه وان هذا هو ما انتهوا اليه، وانه لا يجب ان يقابل مثل هذه المواقف بانه خذلان او انه ناس خانوا الحكايه، وان التعبيرات دي اكبر من الموقف لان هم بينظروا له بنظره اخرى. لو حابب تعلق. يعني هو في نقطتين احب اتكلم فيهم. النقطه الاولى ان منطق التخوين منطق مرفوض في العمل السياسي بشكل عام. طبعا نبعد عن التخوين والتكفير. دي نقطة مهمة جدا. مش معنى اننا نشارك بكرة يعني كل الذين لن يشاركوا مكونة وكذا وكذا، الكلام يعني غير مقبول. النقطة الثانية ان انا بطلب من اخواني الشباب الحاضرين الذين استمعت الى جزء صغير من كلامهم. طبعا انا كنت احب اتفرج عليه وانا مش شايف التلفزيون. بطلب منهم الاهتمام ببكرة، اهتمام شديد. اللي خلاص قرر ما ينزلش خلاص يعني له قراره وله احترامه وله تقديره. انا اتصور ان الاعداد خلاص زادت واتعرفت من دلوقتي، اكيد عندكم اخبار الميدان كويس جدا. ايوه. الموضوع ما عادش محتاج اعداد زياده ولا حاجه، فما تنشغلوش بالذين لم ينزلوا. يعني ما تنشغلوش بان هم مش نازلين ليه وان هم اخطاوا امتى وفين وازاي. هذه الامور ارجو الا تنشغلي بيها. احنا عايزين ننجح بكره، احنا عايزين الشعب المصري كله يبقى ايد واحده. مش معنى ان فصيل سياسي قرر عدم النزول يعني معنى كده ان الشعب المصري له راي ثاني او ان هو منشق او او او، لا. الملايين اللي احنا شايفينها ومئات الالاف اللي احنا شايفينها دلوقتي ماليه ميدان التحرير تكفي وزياده. الرساله هتوصل، هنصر وهنكمل على مطالبنا باذن الله، وسوف نصل باذن الله الى تحقيق هذه المطالب.